غيرهم في الشيوعين الجبهة الديمقراطية. طبعا ديل بيقوا ما بيصهروا عادل، تلقاهم شغالين بجمعيات شيوعين، تلقاهم شغالين كده حكاية القردة شالت نبقة خلت نبقة جدعت نبقة وحات الشعب السوداني قدام المدفع تلقاني وكده، تعال قدام المايك خليك من المدفع، فهمت؟ كل أحزاب باطلة. الشيوعين ديل بيقولوا لا إله والحياة مادة، بيقولوا الله ما في، عشان كده لينين. طبعا احنا يا اخواننا بنحترم الطلبه بنرجعك لمراجع، وداك ذاته ما بكون فاضي، فهمت؟ الشيوعين في كتاب اسمه مهمات اتحادات الشباب صفحه 23 قال باي معنى ننكر الاخلاق وننكر السلوك؟ قال نحن لا عندنا اخلاق ولا اي حاجه، لكن بننكرها ليه؟ قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازيه، البرجوازيه دي للناس المقرشين. طبعا الشيوعين عندهم حاجه اسمها الطبقات، بيقسموا المجتمع لطبقات، طبقة البرجوازية ده زول اللي عنده قروش، والبروتاريا ده للناس التعبانين. فيقول لك احنا ما دارين يكون فيه طبقات، احنا دارين الناس كلها تكون واحد، وده ما ممكن. ليه؟ لانه انا لو بقيت لو المجتمع كله برجوازية ما بشتغل، اشتغل ليه؟ واقرا ليه؟ انا ما عندي قروش، صح؟ منو زول اللي بيكون تعبان اللي بيحملوا تعبه على انه يزرع؟ واحد ثاني بيحملوا تعبه على انه يكون سايق بوكس يرفع الخدار، واحد ثالث يقعد في الشمس عشان يبيعه، اللي بيحملوا شنو؟ تفاوت الناس في الارزاق. عشان كده ربنا قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهمت؟ ده من حكمه الله عشان الكون يمشي. وكمان لو كلنا فقراء اي واحد بعاين للثاني ما في حاجه، ما في اي قروش ولا اي شيء. عشان كده ربنا جعل المجتمع ناس مقرشين وناس شنو؟ ناس فقراء. فده قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازيه والتي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. يا الشيوعين، ويتبعهم مؤتمر الطلاب المستقلين ومؤتمر الطلاب السوداني، كلهم بينكروا وجود الله، كلهم، وديل كلهم كفار، لأنه ده ما خشى. واحد يقول لك لا جبتها كبيرة، أنت كده أنا دار أديك مثل، زول ما خشى جامعة الجزيرة بيرفضوا، ها؟ أسي لو قلت لك زول ما خش الجامعة بيرفضوا، وده ما خش الإسلام نكفره كيف؟ ده ما كافر، وده أصلا ما خش ذاته، ما خش أصلا، ولا تابع لأي دين من الأديان السماوية ولا الأرضية إلا الدين بتاع لينين شيخ، فهمت؟ ولذلك نحن يا أخواننا دعوتنا للناس إنه الناس تمسك في الله وتترك هذه الجماعات والأحزاب، ودي تكون أنت هدفك ووصيتك وصيتنا لك، وهدفك هنا في الجامعة وغيرها إنه تمسك في دينك وفي غيرها من الأمور، وتترك هذه الأمور من التنظيمات والأفكار والأحزاب التي تضلك عن سبيل الله سبحانه وتعالى. خليك مع الكتاب والسنة، مع الكتاب ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تسمع لأي ذل وما تباري جبهجي. أنا الجبهجي يقول لك بيجوا للبرالمة يقول لهم لو ما بقيتوا معانا احنا لقدام ما بتشتغلوا. يا ذل هوي والله انت لو جبهجي ما بتشتغل الآن، ده كان زمان، هذا الزمن ادينا ليه واجبنا وانطرح حاجبنا وشيخ حسن عاجبنا، الشيخ حسن فوت خلاص هلك راحنا الله منه، فهمت؟ فما تبقى جبهجي ولا تبقى شيوعي ولا تبقى انصار سنه ولا تنتمي لنا نحن ذات، ولا منتمي لجماعه ولا بنعترف بجماعه. وسبب تفرق السودان خاصه والامه الاسلاميه الجماعات دي. امريكا الكبيره فيها حزبين بس، الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي. عشان كده الرئيس الامريكي دي والحكومة بتاعته ما بسموها حكومة، بسموها إدارة. ليه؟ لأنه الدستور بتاعهم ثابت له أكثر من 100 سنة. لكن هنا حكومات ليه؟ لأنه المناهج بتاعت الحكم مختلفة. بجي أنا بطبق فيك نظرية الترابي، نمسك أول بعد ذاك نصلح. يجي واحد شيوعي زي ما مسكوا الشيوعيين مسكوا ثلاثة يوم انقلاب هاشم العطا، قالوا الخرطوم ما مكة. لو دار تصلي ما تصلي هنا، تمشي مكة هناك. تلقى هنا في الميدان بتاعكم ده طيارات شغالة، ها الظهر جدة العصر مكة، ها يلا راح أصل، فهمت؟ تركب تمشي تصلي هناك. قال ينبغي أن تحول مآذن المساجد إلى مداخن مصانع. ديل الشيوعين، كل البشر ديل، كل البشر ديل إنما يأكلون خيرات الأمة. ولذلك يا أخواننا السودان ده لو ما خلى من الطرق ومن الأحزاب ومن الجماعات ما بيمشي ليه قدام، ما بيمشي ليه قدام أصلا، ما بيمشي ليه قدام، لانه كلما الناس تمشي لقدام خطوه واحده بيجوا يرجعوك لورا. وكلهم لما ما قاموا على التوحيد والعقيده الصحيحه كلهم ياكلوا وكلهم يشربوا وكلهم يضروا الامه الاسلاميه
وكلهم على ضلال، كل الأحزاب. عشان كده أنت خليك مسلم، تصلي وتصوم، عقيدتك في ربنا سبحانه وتعالى، محافظ على صلواتك، بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ليس كمثلك أحد، أحسن زول. وما تباري أي جماعة، لا أنصار سنة، لا برشلونة، كله ما تباريهم. خليك براك يا زول. فهمت؟ دي وصية لك. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.